تقول ايه لهذا الجيل من المنتخب المصري؟ ده احسن جيل حقق نتائج كويسه جدا، يكفيهم ان هم لعبوا 6 مباريات حققوا فيها العلامه الكامله، ودي ما حصلتش في 6 قارات الموجوده في العالم. القاره الوحيده اللي حصلت فيها هي قاره افريقيا، والفريق الوحيد اللي حصل فيها هو فريق مصر. نتمنى ان احنا فعلا يبقى في مسانده لهذا الجيل. حضرتك قلت لي انك اتكلمت مع بابا رادلي دلوقتي، اول حاجه قالها لك ايه؟ سالك على الملعب، على خطه بتاعته المنافسه، هو في ايه؟ لا 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 ما اتكلمش في الحاجات دي. هو اهم حاجه عنده ان هو كان عايز يعرف الفريق اللي هيلعبه مين عشان يبقى يبتدي المباريات الوديه بتاعته تتحدد بناء على المباراه اللي هيلعبها. اول اجتماع بينكم امتى يا سيد جمال؟ احنا كان معانا دلوقتي، احنا كنا قاعدين ان شاء الله باذن الله بعد يومين ان شاء الله هنكون موجودين. ان شاء الله كنت سافرتش ما كنت سافرت ان شاء الله كمان توفيق لك. جمال بيه متفائل بمباراه غانا ان شاء الله باذن الله. الماتش ده بيبقى فرصه كبيره ليك انت، ويبقى جماهيرك مستعده انها تحدد المباراه الاولانيه وانت عارف النتيجه ايه فيها. المباراه الثانيه ان شاء الله هي مباراه الصعود ان شاء الله للمصريين، فهتكون ان شاء الله في مصر وهتبقى في القاهره او في اسكندريه ان شاء الله. ايه اللي هتوفروه لمنتخب مصر كاتحاد كوره علشان انت عارف ان عقدتنا دايما في المباراه الاخرانيه؟ ايه الحاجات الامكانيات اللي انتوا هتوفروها للمنتخب؟ هي عقدتنا يمكن في البدايه ما احنا ما بنتكلمش على العقده، احنا بنتكلم ان احنا يمكن بمجرد ما احنا جينا كنا مستعدين مع الاتحاد كاتحاد مصر للجهاز الفني. وفرنا له كل احتياجاته الفتره اللي فاتت وهتتضاعف معاه الفتره دي، ويمكن كمان هتتعمل في لائحه خاصه للاعبين بخصوص المباراتين دول. وان شاء الله احنا عندنا أمل. ان شاء الله هنسهل وعندنا امل في الجهاز الفني، وعندنا امل في جماهيرنا ان تكون ورا منتخبها. والاعلام انا زي ما بقول الاعلام لابد ان يساند اللاعبين ويساند الجهاز ويساند اتحاد الكره في الفتره اللي جايه، وعلى المسؤولين زي ما انا بقول ان هو عليهم دور كبير جدا، ان لابد المباراه الثانيه تكون بجماهير وجماهير كثيره جدا تساعد على ان احنا نصعد ان شاء الله. هل هناك احتمال ان تلعب هذه المباراه خارج مصر على ضوء الظروف الامنيه؟ احنا مش هنسمح بكده لان احنا مصريين وعايزين المباراه نصعد فيها من مصر. وهل سيتم تحديد الملعب يا فندم ولا جماهير لحضور هذه المباراه؟ احنا لسه ما اتكلمناش فيها، بس احنا عايزين الملعب كله يتملي. في القاهره يا فندم او خارج القاهره؟ لا ان شاء الله في القاهره اسكندريه يعني. طب في معسكر تدريبي هيتم؟ المؤتمر الوطني الاول لشباب مصر بالوقوف خلف المنتخب وخلف اتحاد الكره ومقابله كبار المسؤولين في مصر علشان نقدر نجمع الروابط الانديه، نضمن ان يبقى في نظام، نضمن المباراه الثانيه تكون على اعلى مستوى. هل اتحاد الكره عنده استعداد يساهم في هذه المبادره؟ ونلتقي معكم هذا الاسبوع، احنا خدنا راي فردي وموافق ان ندعو. ما عندناش مشكله، وانا يمكن انا وجاي برضه في القرعه كانوا بيكلموني بعض الروابط وان هم عايزين يعملوا زي مبادره زي ما انت بتقول لحضرتك دي على ناحيه. احنا كلمناهم وهم عايزين يعملوا مبادره وهم عندهم استعداد يروحوا للجهات الامنيه ويقولوا ان احنا هنامن المباراه عشان يثبتوا ان المصريين هدفهم واحد، هدفهم ان احنا نصعد ان شاء الله كاس العالم. وان شاء الله باذن الله انا بطمنك ان شاء الله هنصعد كاس العالم. قالوا هناك اتصالات مع استاد القاهره لاستضافه المباراه فصل. احنا لسه ما اتكلمناش استاد القاهره ولا اي مكان، بس الجهات الامنيه هتحدد سواء القاهره او اسكندريه، واحنا ان شاء الله باذن الله لابد ان يكون المباراه هنا. وانسوا ان احنا هنلعب بره مصر، لان احنا عايزين نلعب بقى دخل